منحوطات وهذا كله وهي الكتب حربه. ولهذه الكتب المطبوعه حديثا وليس المخطوطات. رئيس الدير خلاها في هذا في المكتبه ايهام على اساس انها هي هذه كتب الدير. ايهامهم وايهام تنظيم داعش الارهابي انه هذه الكتب والمخطوطات عندهم. للصلاه. شوف هذا مطر ضاربه. يو سي ذيس. هذا المكان الكتب الثمينة هذه هذا الحائط وكان خلف هذا الحائط وكانت خلف هذا الحائط هذا الكتب الثمينة وعرفنا يعني كان في حدث أنه داعش راح يستحل الدير ففكر الأب بذكاء أن يخفي هذه الكتب والمخطوطات ويبنيها بناء من جدار والحمد لله وخلاها في براميل وخزنها والحمد لله وبفضل عاية الله سبحانه وتعالى للدير ولأهل الدير أنه داعش ما استطاع أن يوصل لهذه الكتب هاي كتب مخطوطات دير مار بهنام الشهيد مار بهنام واختصاره اللي يقع جنوب الموصل تاريخ الدير هو من القرن الرابع مخطوطات هي اولا هو ارث من تاريخ كنيستنا وحضارتنا وتنقل لنا هي هم صلواتنا الطقسية هي لكن أيضا بها أشياء من تاريخ الدير على الهوامش خاصة تاريخ المنطقة هي فهو غينة لأن تراث مالنا هو هذا وينقلنا لزمن بعيد القرن الثاني عشر وجاي فأكيد لقيمته يعني